إضافة إلى مهرجان مدين يقوم بمحاولة المساهمة التنمية الاقتصادية لهذه المدينة. مثلا مهرجان مدين كل منح التي يحصل عليها فإنها تصرف داخل مدينة مدين، من فنادق، من مقاهي، من مطاعم، من مطابع، من كراء للسيارات، من تذاكر الطائرة، من كل شيء، بعكس بعض المهرجانات التي تقوم بجذب هذه الشركات أو التعامل مع شركات. Porque a oficina de cine puede claramente traer, quizás siempre con sus filmes, todos los grandes cuestiones de la sociedad, las cosas que naturalmente hacen parte de nuestra vida, ¿no? De la forma como estamos en mí, pero nos estás creando más cuestiones y nos estás creando la idea de podemos tener junto a nosotros. Tiene una dirección muy fuerte a la economía, y sobre todo a la economía de calidad, que es lo que queremos. يحرص معدل الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في سبتمبر من كل عام أن يكون قبلة السينمائيين من دول البحر المتوسط والعالم العربي. يعمل على تهيئة مناخ ثقافي وفني من خلال فعالياته التي تضم مسابقاته الرسمية والموازية، تضم أيضا إعداد برامج خاصة وموائد مستديرة وندوات وورش فنية متخصصة في الإخراج والسيناريو والتصوير وغيرها. وبموجب نوعياته التي تخصصت في دول البحر المتوسط من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، يتم اختيار ضيوف شرفه ومكرمين ولجان تحكيمه عادة من سينمائي البحر المتوسط، وتنظم ندوات تكريمية كبرى تحظى بتغطية إعلامية لا تقتصر على دول البحر المتوسط بل تتخطاها لأغلب دول العالم. كما يحرص المهرجان على استضافة صناع الأفلام المشاركة في مسابقاته للاستفادة من تجاربهم ومنحهم فرصة التواصل مع الآخر، إلى جانب تبادل حوارات ونقاشات عقب عروض الأفلام أو أثناء الندوات.